هي أفكار تمزج بوضوح مع الهدف والمثابرة والرغبة المشتعلة لتبدأ الانطلاقة، وما بين الانطلاقة والتتويج هناك ثمن، عرق، تعب ونضال. نعيش الحياة كفاحاً حتى نصل إلى هناك. تزيد المسؤوليات وتكبر التحديات ليظهر النجاح. ومع العمل واقتناص فرص الإنجاز تعود بك الذكريات. كيف كانت القصة؟ وأين هي البداية؟ من المستحيل يتحقق النجاح للإنسان بدون وجود خطة تحول ما يحلم فيه إلى حقيقة، لأن التخطيط هو أحد مكونات النجاح الأساسية. في هذه الحلقة نأخذكم إلى قطر ونتعرف على ضيفنا إبراهيم الأصبخ، وهو مثال لرجل الأعمال اللي خطط ونفذ وذاق طعم النجاح. لازم تحلم، كل ما حلمت أكثر وخططت لإنجاز هذا الحلم راح توصل لهدفك. التخطيط السليم، العمل والمثابرة من أساسيات النجاح. ما تنجح إذا ما تعمل. لازم تثق في اللي قدامك، لازم تثق في قدرات أبنائك. قد تكون القدرات تختلف من شخص إلى آخر، لكن أتأكد 100% أن الكل عنده قدرات وعنده إمكانية النجاح. النجاح من فضل رب العالمين، كله من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. كنت فشلك انت السبب، لا تلوم غيرك في اي حاجه، لوم نفسك. ان لمت نفسك حملت نفسك المسؤوليه على فشلك بتنجح. بابي تسكر 1000 باب ينفتح، قلبي تسكر 1000 قلب ينفتح. خذ كل حاجة في الدنيا إنها تشالنج، كتحدي، أتاخذها كمصاعب، خطط لها بتوصل. بداية، خلينا نتكلم عن البدايات الأولى، بداية نشأتكم، التاريخ اللي ولدتوا فيه في دولة قطر، وعن البيئة اللي نشأت فيها. أنا ولدت في 18 فبراير 1962 في منطقة الأصمخ في
في شارع الأصمخ اللي هو الحين أكثر الناس تعرفها قريبة من سوق واقف. الوالد كان عنده محل في سوق واقف الله يرحمه. المحل هذا كان فقط يجلس فيه لاستقبال أصحابه، وأصحابه كانوا دائما من الأسرة الحاكمة، واللي هم من آل أحمد اللي هو الشيخ فالح بن ناصر، الشيخ خليفة بن أحمد، الشيخ خالد بن أحمد، أحمد بن علي. العائلة كانت تجارية. أيوة عائلة كانت تجارية، فكانوا يقعدوا الأسرة الحاكمة يجوا يتقهون عنده، والوالد كان من أكبرهم سنا وينادونا دائما بأبونا حسن، وكان له كل التقدير والاحترام عندهم ويحبونه بسبب صدقه وأمانته وفي تعامله معهم. فكانت أغلب ممتلكاتهم وأموالهم تدار من قبل هذا المكتب بسوق واقف. فدائما في الإجازات كان الوالد يقول لي تروح معي، فيوديني من الصبح ويا لين الظهر، صلاة الظهر انجي البيت. يعني كنت تروح معاه المحل؟ أروح معاه المحل، أقعد معاه الطفولة الأولى، يعني من الطفولة الأولى، وأروح أقعد هناك وأسمع كلام الشبان شي يتكلمون شي يقولون شلون يعملون صفقاتهم. كانت الصفقات تنعمل بطريقة مختلفة وسهلة، الكلمة كانت هي الصفقة، الصفقة كانت تعتمد على كلمة، أنا شريت أنا بعت انتهت السالفة. كان في ثقة، كان في ثقة، في مصداقية في الكلمة. فتعلمت منهم إيش معنى المصداقية، تعلمت منهم كيف أتعامل مع الناس وأن كلمتي ما تستوي ثنتين. تعلمت الكثير من روحتي وجيتي مع الوالد في أيام الإجازات وأيام المدارس، كان العصر أحياناً يوديني معه. وين المدرسة اللي درست فيها ذيك الفترة؟ المدرسة الابتدائية طبعاً كانت خالد بن الوليد، وبعدين الدوحة الإعدادية، وبعدين الدوحة الثانوية. هذا البيت أنا انولدت فيه وترعرعت فيه لي صار عمري 7 سنوات. بعد كذا طلعنا من هذا البيت، رحنا لبيتنا الجديد اللي هو بعد شارع الأصمخ بس في المنطقة الأمامية أقرب لجامع الأصمخ، لمسجد الأصمخ. هذا البيت الحين يتم ترميمه من قبل سمو الأمير الوالد، من قبل المتاحف، من قبل حكومة دولة قطر، والله يطول في عمر الشيخ تميم بناء على أوامره. وإحنا سعيدين وفخورين بهذا الترميم وبهذا الإنجاز، وهذا راح يبقى تاريخ للجميع ولأبنائنا وللأجيال القادمة بإذن رب العالمين. في سن مبكرة وتقريباً لما صار عمره 13 سنة أصرت والدة ضيفنا أنه يخوض تجربة الدراسة بالخارج ويتعلم اللغة الإنجليزية. ورحت بالفعل أنا وولد أختي أحمد الأصمخ الله يرحمه توفى، أنا وياه رحنا ندرس اللغة الإنجليزية في بريطانيا. وسنك صغير كان وقتها؟ سني صغير 13 سنة. ومن شكل ما عن هذه التجربة كيف كانت؟ وطبعا كانت اللغة الإنجليزية عندنا ضعيفة، ومدارسنا أصلا كانت ضعيفة، التعليم كان عندنا ضعيف، التعليم كان ضعيف جدا في السابق. فاللغة الإنجليزية عندنا ضعيفة ونبغى نروح ندرس لغة إنجليزية. وصلنا المطار، مستقبلتنا العائلة اللي احنا رايحين نسكن عندهم بالمطار، وعندهم لوحة مكتوب عليها إبراهيم الأصمخ وأحمد الأصمخ، احنا ما نعرف نقرأ إنجليزي. مرينا من عندهم، عديناهم وما شفنا حد مستقبلنا. وعندي عنوان فندق في 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 لندن، فندق كامبرلاند اللي في أكسفورد. خرحنا أنا
وولد اختي رحنا الفندق ميتين من الخوف، ركبنا تاكسي وصلنا الفندق. رحنا الرسابشن قلنا نبغى غرفه، خذوا من عندنا مبلغ كبير، اعتقد خذوا من عندنا 50 جنيه و 40 جنيه، كان مبلغ كبير في حينها سنه 76. ورحنا الغرفه واتصلت في الدوحه، كلمت اخوي محمد وكلمنا الاهل. نحن وصلنا وما حد استقبلنا، كلموا العائله، العائله جاونا قالوا لا كنا موجودين في المطار، قالوا هم جاوا لنا الفندق وخذونا من الفندق ومن الفندق بالسياره لغايه مدينه اسمها إيستبورن خارج لندن. نمنا في السياره لين وصلنا المدينه، كنا تعبانين. نمنا انا واحمد في السياره لغايه ما وصلنا. ثاني يوم انا رحت عند عائله واحمد عند عائله. قعدنا 3 أيام روح. كانت بالنسبة لكم شيء غريب يعني. ما تتخيل بعد 3 أيام يوم التقيت أنا وياه كيف كان إحساسنا وكيف كان شوقنا لبعض. قاعدين مع الإنجليز 3 أيام لا نعرف راسنا من ريولنا، نرقد في الليل، نلبس، ننزل، نقعد تحت ويكلمونا ما نعرف إنجليزي. الواحد يحس حسيت بالغربة. غربة استحشنا. استحشنا بشكل ما تتخيله. بعدين لما بدأت الدراسة طبعاً كانت الأمور هدت شوي شوي وتعرفنا على شباب عرب هناك وابتدينا نتعلم اللغة الإنجليزية. كيف ممكن هذه الأمور تثقل شخصية الإنسان يعني؟ الاعتماد على الذات. اعتماد على النفس، تعتمد على نفسك. تعتمد على نفسك كيف تحل مشاكلك، كيف تحل أمورك بنفسك. فكان الوالد يعني كان قرار شجاع من الوالد انه يطرشني ويبعثني لبريطانيا في هذا السن وانا ما اعرف شيء ولا ويانا احد. وحتى اثنين اطفال صغار، واللي معي ما يعرف اكثر، ما يعرف ولا حاجه كمان. وما كان في وسائل التواصل الموجوده حاليا ابدا يعني. ابدا التليفون بهندل. العلم نور، تعلم، دينك يحثك على العلم. انت علمت عرفت كيف تحل، تعرف الصح من الغلط، تعرف المعلومة السليمة من المعلومة المطلوبة، تعرف تتخذ القرار بالأسلوب السليم اللي يساعدك على انك تنجح في حياتك. لما تقارن نفسك كمان بالأقران، كيف كان يعني شخصيتك؟ هل كنت أكثر تميل للعمل، تميل لنشاطات أخرى؟ أيام الدراسة طبعاً الكل يحب إنه يعمل أشياء أخرى. كنت يمكن في المرحلة الابتدائية ما كنت كويس في دراستي، ما كنت من المتفوقين، كنت ضعيف جدا، ضعيف في التعليم إلى درجة سقوطي في بعض المواد لغاية ما رحت الإعدادية انقلب الوضع 180 درجة. والسبب شرى لي سيارة أبوي. قلت راح أثبت له وجودي إن أنا رجال. قال لي ثبت لي وجودك في دراستك بعطيك اللي تبي. شرى أعطاني سيارة. أعطتك حافز. حافز ما تتخيله.
قلت أنا رايح أثبت وجودي لأبوي إن أنا رجال واعتمد على نفسي وأقدر أدرس وأتعلم صح. لا غاية الثانوية العامة ابتديت أستوي من الأوائل، ما شاء الله كل ما يزيدني يزيد حبي للتعليم. ليه تخرجت من المدرسة مدرسة الدوحة الثانوية طلعت عليها المركز الأول، ما شاء الله إنجاز كان إنجاز. إذن تخرجت من الثانوية العامة بتفوق في ذاك الوقت وحصلت على البعثة. نعم. وكانت مرحلة جديدة أيضا في الابتعاث لأمريكا. نعم. وأنا أعرف أنه في كثير من التفاصيل اللي دارت هناك وشكلت أجزاء كثير من شخصيتك، احكي لي عن تفاصيل البعثة. اخترت جامعة أريزونا في توسان. طبعا كان زوج أختي تخرج من هناك وكذا واحد من العيلة موجود في توسان ورشحوا لي الجامعة، هي من الجامعات العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقررت أروح لها خاصة أني أعرف أنه في كذا واحد من عيال عمي موجودين هناك. هذا في عام 82. في عام 82 رحت هناك حصلت عيال عمي موجودين، ما قصروا، استقبلوني وسكنوني عندهم، رتبوا لي السكن، رتبوا لي شراء السيارة، دخلنا معهد اللغة، وكان أصدقائي وإخواني من عائلة الصديقي ومن عائلة العمادي، خالد العمادي، كلهم كانوا موجودين، وسهلوا لي الأمور. حسيت من أول ما وصلت إلى أمريكا إن الحياة حلوة، إن الأمور طيبة، وفي الجامعة وفي معهد اللغة كانوا العرب في حينها محبوبين بشكل لا تتخيل، كانوا يعاملوننا معاملة طيبة لأبعد الحدود. يعني من يوم بدأت الأيام الأولى للبعثة كان عندك تفاؤل بهذه المرحلة جدا. هل جداً. في مواقف تتذكرها يعني في ذاك الوقت، خصوصا مواقف ساهمت أنها تشكل شخصيتك اليوم؟ كان عندي كورس في سنة ثالثة الجامعة ماركتينج، أنا كان تخصصي ماركتينج اللي هو تسويق. ولبست بدلتي ومجهز نفسي وضبطت البرزنتيشن اللي عندي ومع الجروب مالي واشتغلت عليه، اجتهدت عليه كثير، ورحت وقدمت البرزنتيشن في الصف كنا تقريبا 350 واحد في الفصل، عدد كبير، عدد يعني ضخم، برزنتيشن ضخم وبروجكتورز وال خلص. توقعت اني اخذ فيه امتياز، طلبني البروفيسور بعد الحصة قال لي ابغيك عندي في المكتب، توقعت انه اكيد بيعطيني امتياز في الموضوع وبيشكرني على البرزنتيشن، جابني قال لي شوف انا البروفيسور مال قسم الماركتينج واقول لك شوف لك تخصص اخر مباشرة. ما راح تمشي معي، مش بس في هذا الكورس، في كورسات كثيرة أنا راح أكون موجود فيها، أنت ما راح تمشي. صدمة. غير تخصصك، وأنا متوقع الانبهار. متوقع A بلس يعني، متوقع امتياز. أنا قال لي اطلع، غير تخصصي من تسويق إلى الفاينانس اللي هو المالية. إذن أمريكا كانت تجربة رائعة بالنسبة لكم وفيها كثير من الخبرات،
رجعته سنة 87 وأول شيء سويته أنك عملت في أحد الشركات، ما عملت مع الوالد. نعم. ليش كان هذا الاختيار؟ هل كان باختيارك أنت أو كان بنصيحة مثلا من الوالد رحمة الله؟ الوالد الله يرحمه ويسكنه الجنة توفى في عام 86، سنة قبل ما تخرج. رجعت أنا وقررت أني أشتغل في الحكومة عشان أتعرف على الناس اللي موجودين في الإدارات الحكومية، عشان أتعرف على النظم والقوانين الموجودة في الدولة. التحقت بالمؤسسة العامة القطرية للبترول، وهي تعتبر من أفضل المؤسسات في دولة قطر من حيث الانضباط والنظام والتدريب. استفدت كثير، استفدت كثير، تعلمت كثير. اللي تعلمته في 5 سنين في المؤسسة العامة القطرية للبترول توازي 20 سنة دراسة. من وجهة نظري، نعم، التجربة العملية اللي خضتها في المؤسسة العامة القطرية للبترول والخبرات اللي تعاملت معاها إن كانوا قطريين أو أجانب كلهم على مستوى عالمي، تعلمت منهم أمور كثيرة ساعدتني في صقل مواهبي وفي زيادة معرفتي بالحياة وبالعمل. لكنك ما ركنت للوظيفة، رجعت للتفكير في العمل الخاص. كنت أقوم الصبح ظلام، أروح الشغل وأرجع البيت ظلام، يوم طويل. نعم. وبعد ما أرجع البيت كنت أروح مكتب السفريات، فتحت مكتب سفريات في نفس الوقت اللي أنا كنت فيه في القطاع الحكومي. في نفس الوقت كنت أعمل شوية في القطاع العقاري، بناء مشاريع صغيرة جدا ومكتب السفريات. كيف جات فكرة مكتب السفريات، خصوصا أنه من الأعمال البارزة لكم والإنجازات اللي حققتوا فيها أشياء كثير؟ مكتب السفريات كله الفكرة الأساسية ومؤسس الفكرة الأساسية أخوي عبد الله الأصبخ، هو أساس الفكرة، هو حط البذرة الأساسية للمكتب هذا وجزاه الله ألف خير، وسوالي هذا المكتب وسوالي الشركة هذه، ومن فضل رب العالمين توفقت فيها وصارت اليوم من أكبر أو هي أكبر شركة سفر وسياحة في دولة قطر. طيب حدثني عن بداية الشركة، أول مكتب كيف كان، تعاملك مع الموظفين كم كان عددهم، هل بدأت شركة كبيرة أم كانت صغيرة في البداية؟ بدأنا بشركة صغيرة برأس مال 200,000 ريال، وفتحنا مكتب في عمارة كان معطيني إياها أبوي الله يرحمه، كاتبها لي مش ضمن الورث، كمكتب لي. هذا المكتب أبوي اللي فتحت في السفريات، هذا المكتب أبوي كان معطيني إياه وعامل ديكوراته وعامل كل حاجة من بناء العمارة هذه، وأنا عمري 7 سنوات أو 8 سنوات إلى أن تخرجت ما حد دخل المكتب هذا إلا أنا. فهذا المكتب مكتب مبروك، الله يرحم الوالد كان مسوي لي اياه، والعمارة هذه كانت باسمي. فسويت مكتبي في هذه العمارة في شارع الأصمخ، وابتديت بحوالي 3 موظفين على الكاونتر ومدير عام باكستاني. ثلاثة فقط. مرت علينا السنوات الأولى، السنة الأولى والثانية والثالثة كلها سنوات خسائر، ما حققت أرباح أبدا. ما حققنا أرباح. السنة الرابعة ابتدينا نشوف تحسن. تكلمت مع أخوي قلت له نبغي نغير المدير العام، قال لي كيفك، اللي تبغيه أنت سوى وخذ الشركة أنت. فتخارج أخوي. هذه كانت في 91 تقريبا. 91.
الفرص تأتي وتذهب، لا تجلس، لا تقعد تدرس القرار سنين، تدرس المشروع سنين بيروح عليك. السرعة في اتخاذ القرار من أهم أسباب النجاح. بالنسبة لي أنا سفريات ريجنسي من 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 أعز الشركات على قلبي، وهي الشركة اللي أنا ابتديت فيها حياتي. بعد ما تخرجت من أمريكا جيت الدوحة، أخوي عبد الله لاصمخ جزاه الله خير قال لي خلنا نفتح مكتب سفريات لك. قلت له أبغى أسوي حاجة، ما أعرف أقعد بس من شغل الحكومة للبيت، عندي وقت فراغ العصر إيش أسوي فيه؟ قال لي إيش رأيك أفتح لك مكتب سفريات وندخل فيه أنا وياك ونحاول نقدم منتجات جديدة، خاصة الباكيجات اللي هي التذكرة تشمل الأكاموديشن السكن. قلت له توكلنا على الله. دخلت في البزنس هذا، كان صعب جدا، بزنس صعب، المنافسة فيه شديدة، المكاتب اللي كانت موجودة كلها مكاتب عريقة عندها باع كبير في هذا المجال وكلهم very professional. خذ منا تقريبا 15 سنة لغاية ما وصلنا إلى مرحلة نقدر نقول إن كنا في العشرة الأوائل. العشر سنوات اللي مضت كلها إحنا رقم واحد في دولة قطر، احتلينا المركز الأول في دولة قطر من 10 سنوات، وإلى الآن إحنا رقم واحد في دولة قطر نسبة للمبيعات والسمعة والخدمات والصدق والأمانة. مكتبنا اللي تشوفه هذا، أنت إحنا قاعدين الحين في قسم إحنا نسميه قسم الفي آي بي. قسم الفي آي بي هذا صار لي أكثر من سنة ونص سنتين وأنا أجمع فيه المنتجات اللي تشوفها. كل اللي تشوفه هنا قد يكون شوي غريب على أي حد، بس فكرت في الموضوع أن أنا أسوي قسم في آي بي لازم يكون شوي مختلف، مش بس أنه يدخل ويقعد عادي. الكرسي اللي يقعد عليه مصنوع من حديد طائرات ريسايكلد، الطاولة اللي تشوفها هذه مروحة طيارة بربيلا من الجيت. الكرسي هذا أول كرسي للإيجاكت في الطائرات الحربية. هذه قطعة من طائرة تم تفكيكها. الطاولات اللي موجودة كلها معمولة، والكراسي اللي موجودة كلها معمولة من أجنحة طائرات حقيقية. كل الكولكشن اللي موجود هنا كلها ترجع، كلها related to the navigation system وال travel industry. عرفت كيف؟ في كمان شفت في إحدى المحلات شفت الترافل كابسل اللي كان يستخدم في في فيلم السبيس شيب. فهذا هو رائد الفضاء بالضبط، من مجرة لمجرة. برافو عليك. وهذه هي واحدة من الترافل كابسولز الحقيقية اللي تم استخدامها بالأجهزة مالتها كلها موجودة. فعملت الكولكشن هذا، حصلت على من فضل رب العالمين في عدة أماكن، وتمكنت اني اسوي القسم هذا، وان شاء الله يوم نفتتح القسم هذا يعجب ان شاء الله الشعب القطري، يعجب الزبون ريجنسي. حبيت يكون مميز يعني، حبيت يكون مختلف، اقدم اضيف حاجه في الـ 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 في 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 عالم السفر والسياحه. احنا دائما اللي يمكن يميزنا عن غيرنا ان دائما نقدم حاجات مختلفه. مسيرة ضيفنا إبراهيم الأصمخ ما كانت ممهدة بالورود في كل مراحل حياته، وكعادة أي إنسان يسعى لتحقيق أهداف كبيرة تواجهه بعض الصعوبات. وصلنا لمرحلة
إن ما كانت عندنا فلوس ندفع الرواتب. كنت أدفع كلهم، كنت أدفع من حسابي الخاص. فجمعت الموظفين وقلت لهم الوضع ما يساعد وإحنا راح نسكر الشركة. كان في قرار لأنك قرار أنا قراري الخاص، قلت لهم أنا راح أسكر الشركة ولكم كل الشكر والتقدير، والوضع اللي أنتم تشوفونه في الوضع في الوقت الحالي ما يشجع. هذا كلام قلت لهم إياه العصر بعد ما رجعت من عملي في مؤسسة البترول، ورحت البيت تغديت عينت خير وجيت المكتب. بعدها بكذا ساعتين ثلاث الموظفين اجتمعوا مع بعض وجاوني قالوا نبغى نتكلم معك فوق. طلعوا لي فوق في المكتب قعدوا معي، قلت لهم تفضلوا. في واحدة الله يذكرها بالخير اسمها الأخت لبنى كانت تشتغل عندنا، جاتني قالت لي احنا نشتغل بدون راتب، بدون مقابل، بدون مقابل يكملون العمل، نكمل العمل متى ما صار عندك ادفع ومتى ما عندك لا تدفع. هذا الشيء كيف كان يعني انعكاسه عليك؟ انعكاس علي لا انسى لها هذا الجميل الى اليوم، ودائما على اتصال معاها. شركاتي ومدرائي دائما اقول لهم اتصلوا في لبنى شوفوا هي بخير، من باب حفظ الجميل يعني طبعا. ودائما اقول لهم كلهم القصه هذه، وقلت حق ابنائي القصه هذه، وقلت للجماعه، قلت لكل مدرائي القصه هذه. رب العالمين يسخر لك أشخاص في طريقه يساعدونك للوصول إلى أهدافك، وهذا اللي أقوله للشباب، خلوا إيمانكم قوي برب العالمين أولا وآخرا، توصلوا، خلوا عندكم العزيمة، ورب العالمين بيفتح لكم بدال باب 100 باب، سكر باب بينفتح 20 باب بإذن رب العالمين. خلوا العزيمة موجودة بتنجو. بدأت بالسفريات، انتقلت إلى الشقق المفروشة، انتقلت إلى إيجار وإعادة تأجير الوحدات السكنية، انتقلت إلى بناء فنادق تأجيرها وإدارتها هي فيها مخاطرة. هذه المخاطرة فيها شوية كبيرة. كيف أخذت القرار؟ احكي لي عن أول مشروع كان من هذا النوع. أخذت فندق في شارع الأصمخ كان حق واحد من عيال عمي اسمه حسن القايد الله يذكره بالخير، وهذا من الناس اللي لهم فضل كبير علي، وقف معاي في بداية مشواري، ورجل فاضل مثقف كريم كان حاب إنه يساعدني وساعدني، وقف معاي كل ما كنت أطلب منه أي حاجة يقول لي توكل على اللي تبي. ابتديت معه، أجرت من عنده شقق 20 شقة وسويتهم شقق فندقية في شارع الأصمخ، وأجرت من عنده فندق سميته فندق ريجنسي، بنيت معه مجمعات سكنية، قلت له تعال ويبني فلل وعمارات، قلت له إيش رأيك أنا وياك نبني مجمع سكني نحط فيه سويمينج بول ونادي ويكون فيه جيت والأمور هذه، مثل كان في كذا مجمع كبير في البلد 2 3 4 فقط من هذا المثيل. سوينا لنا 13 فيلا في المطار في منطقة الروضة، سمينا المجمع مجمع الروضة، وهذا كان أول مجمع ينبني في ذيك المنطقة، لذلك سميت المنطقة بمنطقة الروضة، والحين ما قاعد يسمون ما عادوا يسمونها الروضة، يسمونها الثمامة. سميت الروضة على اسم المجمع. اسم المجمع هذا أنا سميته على اسم بنتي روضة. هذا تاريخ للمنطقة وللمكان. عام كم كان هذا المشروع تقريبا؟ 93 93 94 93 خلصت المجمع تأجر أعلى من الرقم اللي كنا حاطينه بخمسين 50-60%. نجح تأجر كله، بعناه برقم فلك.
بعنا كلفنا المجمع كله 2,000,000 وشوي بعناه ب8,500,000 في ذاك الوقت كان رقم فلك كربح في فترة وجيزة. دخلنا في مجمعات أخرى، قمنا نبني مجمعات أخرى، كبرنا، قمنا نروح حق 20-30 فيلا، نروح حق العمارات 50-60 شقة، دخلنا في 100، دخلنا في 1,000. توسعت الشركة بالطريقة هذه. بالنسبة لاستثماراتنا الخارجية، ابتدينا التفكير في الاستثمارات الخارجية في الفترة الأخيرة بكل أمان. احنا شركتنا مجموعة ريجنسي 99.999 من 10 أملاكها في الدوحة، ما نملك إلا القليل القليل جدا خارج دولة قطر. استثمرنا في بعض الشركات العالمية في أسهمها، واستثمرنا في بعض الدول الصديقة في المنطقة في العقار. ولكن أقول لك شيء واحد، إحنا في جنة المال والعمل، إحنا في دول الخليج عندنا الأشياء الإيجابية اللي موجودة في اقتصادنا لا يمكن تتوفر في أي دولة في العالم، في أي دولة في العالم. أبو حسن، طلعناك من الأجواء الاعتيادية لمكان مختلف في الدوحة ومكان جميل. أول شيء عرفنا على هذا المكان. بالفعل هذا المكان من أجمل المناطق في دولة قطر. لؤلؤة قطر من المشاريع الجبارة اللي قامت بها شركة اليو دي سي. حكومة قطر طبعا هي اللي كان عندها الفيجن مع المؤسسين في شركة اليو دي سي، وطلعوا بهذا المشروع اسمه لؤلؤة قطر. بالفعل كل ما تم إنجازه في هذا المشروع مفخرة. أنتم عندكم أكثر من برج هنا ما شاء الله. ولله الحمد، نعم إحنا من المطورين الأساسيين في اللؤلؤة. دخلنا يمكن إحنا في مرحلة متأخرة، دخلنا في عام 2011 و2012. العالم دخلت قبلنا بحوالي 7-8 سنوات. سبب دخولنا في 2011 و2012 بعد الأزمة الاقتصادية، حسينا أن الفرص اللي كانت متاحة لنا في ذاك الحين مجدية، فدخلنا في 2011 في عدة أبراج واستفدنا منها، فقررنا أن نضاعف استثماراتنا في اللؤلؤة قطر، والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا من فضل رب العالمين. أنت دائماً عندك التوقيت مهم في أكثر من شغلة، سواء في استثماراتك أو حتى اليوم أنت تقول أنا متقاعد يعني في هذا السن. نعم. احكي لي شوي عن هذا الموضوع. أنا بالفعل متقاعد، حس أني من تخرجت لغاية اليوم قضيت حياتي كلها شغل، وصلت لعمر 55. أعتقد أني ممكن أستانس في الثروة اللي كونتها لمدة 4 سنوات 5 سنوات 6 بالكثير. الله يعطيك إن شاء الله العمر والصحة. يطول في عمرك. بعد كذي أنا مقرر أني في الستينات، بداية الستينات، أتجه إلى الأعمال الخيرية، وأني أكون فعال في هذا المجال بشكل أفضل. وأمنيتي أن أقدر أنقل خبرتي في مجال المال والأعمال إلى المجال الخيري، وكيف أقدر أساعد الجيل الجديد والشباب اللي طالعين اللي يحتاجون مايكرو فاينانسينج، واللي يحتاجون إلى شخص يدلهم على كيفية البدء
في مجال المال والأعمال حتى ولو على والهدف هو المستويات الضئيلة البسيطة جدا اللي هي المايكرو يعني فاينانس. دعم مالي بالإضافة للاستشارات، دعم مالي، خطة عمل، خطة تسويق، ودعم مالي. فهو دعم مالي ومعنوي وعملي. احنا هدفنا مش ان نكون جمعية خيرية طبيعية او عادية مثل يشكرون جميعا على اعمالهم، بس احنا نفكر ان كيف نوفر وظائف. أيضاً عندك آرائك الخاصة، خليني أسألك مثلاً عن دور المرأة في حياة رجل الأعمال ودور المرأة الخليجية أيضاً في التنمية بشكل عام، يعني بحكم عملكم أيضاً في قطاعات متعددة. المرأة عنصر أساسي في تنمية المجتمع، لها جميع الحقوق والواجبات اللي للرجال، هم يطالبون بالمساواة، تطالب المرأة بالمساواة، وأنا أعتقد أن حقوق المرأة تفوق الحقوق اللي هي طالب فيها للمساواة. هاي الحقوق أساسية لازم يعطى لها بدون ما هي الطالب فيه. المرأة قدرها رب العالمين، المرأة هي أمك والجنة تحت أقدام الأمهات، فكل مرأة هي أهم في هذه الدنيا. حق أي رجال تسأل أمك ولا أبوك يقول لك أمي. النظر لسلوك الأجيال يختلف من شخص لآخر، وضيفنا وجهة نظر في هذا الموضوع. وأنا أشوف الأجيال الجديدة اليوم الموجودة، كل جيل أفضل من الجيل اللي قبله. واللي يقولون إنه لا، الأجيال السابقة، الأجيال الأولية هم الرجال وهم اللي عملوا وهم اللي يسوون، أنا أقول كثر الله خيركم، بيض الله وجوهكم. كل لن يؤدي واجبه في هذه الدنيا وفي هذه الحياة، ولكن أقول لكم حاجة واحدة، الجيل الجديد والأجيال القادمة بإذن الله أفضل من الأجيال اللي قبلها. وأنا أشوف وأنا أثق كل الثقة في هذا الكلام اللي أنا أقوله. أنا ما قاعد أقول كلام لتشجيع أبنائي أو أبنائكم، أنا أقول لكم حقيقة وواقع، الأجيال الجديدة أفضل من الأجيال القديمة، ويجب إعطاهم الفرصة الكافية لإثبات وجودهم. الجيل الحالي بيقول لك والله أدمر، أنا أقول لك يعلم أكثر منك، متعلم أكثر منك، مثقف أكثر منك. لو التقيت المسؤول الأول في قطر وكان أمامك 30 ثانية توجه فيها رسالة، وش راح تختار؟ مسؤولي الأول صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد، الله يحفظه ويخليه لنا إن شاء الله. راح أقول له شكرا على كل اللي سويته لأبنائك في قطر، واللي سويته لي أنا بالذات. الشيخ تميم الله يطول في عمره هو سبب رئيسي في نجاحي. في عام 2006 بعد ما انتهينا من الألعاب الآسيوية أهداني ميدالية وطلع لي مبلغ معين فوق المبلغ اللي كان مدفوع لي من قبل اللجنة المنظمة لتسليم المشاريع كشكر من سموه لي شخصيا
لأنني قدرت أنجز المشاريع اللي هو طلبها مني في الوقت المحدد. فمن فضل رب العالمين بركات شيخ سمو الشيخ تميم وصلنا لهذا المواصل، ودائما راح نظل جنود لهذا الوطن وجنود لسمو الشيخ تميم وجنود لشعب قطر بإذن رب العالمين. بإذن الله، والله يحفظ قطر قيادة وشعبا إن شاء الله. لو أوكلت لك حقيبة وزارية، وش الوزارة اللي تختارها وأول قرار يعني راح تتخذه؟ سني أو الطاقة الموجودة فيني اليوم ما تسمح لي أن أكون وزير أو صاحب منصب. لا أنفع أن أكون في منصب. أنا في مفطور تسكير دفاتر، أنا تقاعدت العام ولن أرجع إلى العمل. أحب أساهم في لجان استشارية فقط، واللجنة الاستشارية اللي ممكن أساهم فيها هي السياحة. أفهم فيها صح، أعرف فيها صح، أتمنى أني أقدر أساهم فيها في دولة قطر بشكل أفضل لخدمة الوطن. رجل أعمال إبراهيم الأصمخ، بعد هذا المشوار الطويل من العمل والتجارب المتعددة، الإخفاقات والنجاحات، ما هو النجاح الحقيقي في وجهة نظرك؟ رضا رب العالمين. أتمنى أن أرضي رب العالمين، هذه أمنيتي. فكيف ترضي رب العالمين؟ هو النجاح الأول والأخير. سؤالي الأخير قبل ما أختم معك، لمن توجه كلمة شكرا؟ ما راح أحدد أشخاص، هم كثار في حياتي اللي ساهموا في نجاحي، من الوالد الله يرحمه ويسكنه الجنة، لوالدتي الله يطول في عمرها، أخواني، خواتي، أصدقائي، عائلتي، أسرتي، كل واحد عاش معي الفترة هذه لحق في نجاحي. رجل الأعمال إبراهيم الأصمخ، رئيس مجموعة ريجنسي القابضة، شكرا جزيلا للوقت اللي منحته لنا في صناع النجاح. شكرا لأنك كنت اليوم في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم من صناع النجاح. شكرا من STC شريك البرنامج، وشكر أيضا من روتانا خليجية. الشكر لكم، ونقدر مجهودكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا، مساء. شكرا جزيلا.